الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامجكم المعرفي والثقافي والفلسفي، برنامج أفلا يعقلون. لطالما كانت هذه الحضارة الغربية الرأسمالية الكبرى مادة دسمة للدرس والمدارسة والتحليل، وطبقا لمضامين قانون التأثير والتأثر في جدليتها، فهناك من تلقى هذه الحضارة الغربية بنوع من التهليل لها ونوع من النظرة الدونية للذات ونوع من النظرة الفوقية تجاه الآخر، وهناك من رفضها جملة وتفصيلة بدعوى أنها نوع من التغريب وأن الفكر الوافد إلى الذات العربية لابد أن نقوم عليه بتعديل بما يتوائم مع طبيعة المزاج الثقافي وأن نبيئ ونوطن كل مصطلحاتها. وهناك من قام بنوع من الاستغراب ودراسة هذا العقل الغربي بنوع من النقد والتحليل والتصدي لهذا الفكر الغربي وتحويل الذات من ذات مقروءة ومدروسة إلى ذات قارئة وذات دارسة، منهم مطاع الصفدي في كتابه نقد العقل الغربي، منهم حسن حنفي في كتابه مقدمة في علم الاستغراب، ومنهم عبد الوهاب المسيري في جل أعماله. ويعتبر الراحل عبد الوهاب المسيري مفكرا كبيرا من أبرز منظري الرؤية الوجودية التوحيدية في إطار النظرية المعرفية. فعندما تلقى عبد الوهاب المسيري فكر الحضارة الغربية عمد إلى تمثل هذه الحضارة وهضمها ثم التفكيك بين منجزاتها المنهجية وبين مسبقاتها الرؤيوية وميتافيزيقها الفلسفية. فمن هو عبد الوهاب المسيري؟ وما هي أهم أعماله؟ وما هي مضامين مشروعه الكامل والمتكامل ورؤيته إلى العالم الغربي؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيف العديد من الطلبة والطالبات والأساتذة والأستاذات يطالبون دائماً بحضوره وباستضافته. لن أقول عن اسمه، بل سوف نتعرف عليه من خلال التقرير التالي. البروفيسور الحاج أحمد دواق هو مفكر وباحث جزائري، ولد بتاريخ 20 سبتمبر عام 1971 بأيث منعى بباتنا. التحق بمعهد العلوم الاجتماعية شعبة فلسفة بجامعة قسنطينة عام 1991، أين تخرج منها بشهادة ليسانس برسالة تحت عنوان نظرية الثقافة عند مالك بن نبي، ثم ناقش رسالة الماجستير في الفلسفة الغربية بجامعة منتوري بقسنطينة في موضوع العلاقة بين الضرورة والحرية في فلسفة سبينوزا، وناقش أطروحة دكتوراه في الفلسفة الإسلامية في جوان عام 2010 في موضوع موسوم بالمشروع المعرفي لمحمد أبو القاسم حاج حمد وتطبيقاته النقدية، والحصول على مشرف جدا وتهنئتي اللجنة مع توصية بالطبع. ثم تمت ترقيته إلى رتبة بروفيسور في شهر جويلية عام 2017، عمل رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة باتنا عام 2003، وكان أيضا رئيسا للجنة العلمية لقسم الفلسفة عام 2016 إلى غاية 2019، ثم رئيس الفرقة السادسة بمخبر حوار الحضارات والعولمة تحت عنوان التنبؤ المستقبلي لحوار الحضارات في ظل المجتمع المعلوماتي منذ جوفي 2015، وهو أيضا عضو محكم بمجلات علمية وطنية ودولية منها مجلة إسلامية المعرفة الصادرة عن الأردن ومجلة أنساق الصادرة عن قطر ومجلة دراسات فلسفية عن الجزائر، كما شارك في العشرة من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية. من أهم أعماله كتاب بعنوان الإبستيمولوجيا الكونية الإنسانية والمنهج المعرفي الجمعي، قراءة في مشروع محمد أبو القاسم حاج حمد، كتاب الضرورة والحرية في فلسفة سبينوزا، كتاب متتالية الفكرة الحضارية في المشروع النهضوي عند مالك بن نبي، كما أشرف على مئات رسائل الليسانس والماستر والماجستير والدكتوراه داخل وخارج الجزائر. الفرنسية أصلاً التي ولد في الجيل الثالث أو الرابع للمهاجرين، ودخولها إلى المؤسسات العامة الفرنسية،
ومبلغ المعاناة الذي تعاني في الدخول إلى المؤسسات، أقصد المؤسسات العامة التي تنتمي إلى الدولة، وبين نفس الفتاة اليهودية التي تظهر شعارا دينيا يهوديا في الفضاءات المؤسسية الفرنسية. في اختلاف؟ في اختلاف تماما. أما اليهودي لا ينظر إليه نهائيا. إذن إنه الأستاذ الكبير والمفكر والباحث الجليل أستاذنا البروفيسور الحاج أحمن دواق، أستاذ فلسفة الدين وعلم الكلام بجامعة بيتنا. أهلا وسهلا بك بروفيسور. أهلا وسهلا بكريم وشكرا للاستضافة. نحن الذين نشكرك على الاستضافة، ربما أصرينا بإلحاح شديد نظرا للكم الهائل من الطلبات من طرف الطلبة والطالبات والباحثين داخل وخارج الجزائر على استضافتك، فشكرا جزيلا على قبول دعوتنا بروفيسور. هذا من نبلكم وحسن ظنكم، ربي يحفظكم إن شاء الله. طيب خليك بروفيسور، بداية ماذا نعرف عن عبد الوهاب المسيري ومن هو عبد الوهاب المسيري، ثم ما هي قصتك مع عبد الوهاب المسيري، وما هي قصة السرطانات الثلاثة التي قصها عليك المرحوم الراحل عبد الوهاب المسيري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين. أستاذنا عبد الوهاب المسيري رحمه الله واحدة من النوادر التي حبان الله بها في هذا الزمان، وللأسف الشديد ابتلينا بنوع من النمطية التي سرعان ما تنسى مفكريها والشخصيات الكبرى التي أثثت عالمها الفكري وعالمها الثقافي، وكأني محكوم علينا أنه كلما مات المفكر إلا وانتهى، ولا نتذكره إلا في المناسبات، ولكن أن يتحول إلى مدرسة وإلى جيل فكري وإلى أدوات تحليلية وأدوات معرفية في إطار إنتاج المعرفة أو مساجلة المعرفة أو تقديم المعرفة، هذا يبدو لي أستاذ عبد الكريم سنكتشف سوية أنه الفكر هذا الذي يسمى فكرا عربيا أو فكرا إسلاميا قلما عانى من حالة تراكم، ولم يتحول إلى حالة من التركب. لو عبد الوهاب المسيري أعتبره من الأثاث الكبرى التي يمكن أن يوضع عليها قدر تاريخ الإنسانية ككل، ولا أبالغ إذا وصفته بذلك الطريقة، فإن هذه الشخصية التي عاشت فكرها وفكرت في عيشها هي من الشخصيات التي تؤمن بما تفعل وتفعل ما تؤمن، ليست من الشخصيات التي تتصنع أو التي تتظاهر في أطروحاتها الفكرية وما تحياه بنوع من الإثنينية أو بنوع من الانفصام، إذا شئت أن تقول الانفصام الذي يجعله هذا الإنسان يعيش في برج عاجي عال من غير أن يشارك الناس همومهم أو ظروفهم. الأستاذ عبد الوهاب المسيري أكيد مسيرة فكرية، أو كما وصفه الأستاذ عبد الرحمن، يعني وصف نوع السيرة التي يعيشها بعض الأحياء إذا شئت، التسير الحي الذي عاشه عبد الوهاب المسيري من لدن بذوره الأولى، فجذوره فثماره في المآلات، وفي النهاية مر عبر مراحل، هذه المراحل التي بدأت في دمنهور وانتهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم رجعت إلى مصر في الخليج، فإلى مصر وسني النضال والمنافحة عن ما يؤمن به وانخراطه أو انخراطه في سياق الممارسة النقدية في إطار الاحتجاج النضالي السياسي الذي دفعه إلى أن ينخرط في حركة كفاية وفي حركة المناضلين الأحرار الذين كانوا سببا ربما بين قوسين في الثورة التي ستحدث فيما بعد أو فيما بعد في مصر، وأدت إلى ما أدت إليه. عبد الوهاب المسيري الأول هو الإنسان البسيط الدمنهوري الريفي الذي عاش في أسرة فلاحية، ولكن هذه الأسرة الفلاحية زودته بالعناصر الأولى للثقافة القيمية العميقة إيمانيا وروحيا، الثقافة التراحمية التي ستستصحب هذه أو التي سيستصحب هذه المقولة معه في خضم جميع حياته في إطار مدافعته وفي إطار نقده الشرس العميق للرؤية التعاقدية. انتقل إلى معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الإسكندرية، وهناك عبد الوهاب المسيري يتحول تحوله الروحي الأول عندما أصبح ماركسيا، وماركسيته نبعت في كونه رفض الإقطاع في منطقته ورأى صغار الفلاحين وهم يعانون وما إلى ذلك من التفاصيل التي وردت في سيرته الذاتية رحلة الفكرية،
في البذور والجذور والثمار منها إلى قسم اللغة الإنجليزية، حيث بدأ التباشير اطلاعه على الثقافة الغربية من خلال اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي والشعر الإنجليزي، باعتبار أن الثقافة الإنجليزية يومها تمثل ربما نتيجة الإمبراطورية البريطانية التي سادت أغلب العالم، مثلت عمق ولب الفكر الغربي. وعندما أنهى دراسته وأتم مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الليسانس كما نسميها نحن، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لينخرط بعمق أكبر في إطار تجربة الاشتباك مع المعرفة الغربية في إطار أصولها والأسس التي شيدت عليها هذه الثقافة. والغريب أنه دخل إلى هذه الثقافة من مداخل أدبية، مداخل شعرية، وقرأ الذاكرة الغربية في وجهها الفني الجمالي الذي يتصل بالمرجعية الأدبية، واشتغاله على شاعرين كبيرين في مرحلة الماجستير ثم في مرحلة الدكتوراه أتاح له أن يتعرف على المزاج الغربي وعلى المخيال الغربي وعلى الذوق الغربي الذي يتكئ على صخرة مادية صماء رغم الاحتجاج الموجود في شعر هذين الشاعرين. هذه الصخرة الصماء التي شرع في تأسيسها وبنائها من لدن ديكارت والمرحلة الحداثية الصلبة ثم المرحلة ما بعد الحداثية وما تبعها، في بداية أو في نهايات هذه المرحلة شعر بأن هناك مفارقة تمثلت في إطار هذه التجربة الغربية عندما كتب نهاية التاريخ وعندما كتب الفردوس الأرضي مبشرا بالحضارة والحداثة الغربيتين بوصفهما المآل والخلاص النهائي للبشرية، رغم المسحة النقدية الأولية التي شرعت تتشكل لديه أو تتضخم لديه. وهنا بدأ المولد الثاني لعبد الوهاب المسيري، المولد الثاني الذي سيمثل المرحلة الثالثة من حياته. المرحلة الأولى هي المرحلة الدمنهورية إلى غاية مرحلة الجامعة، ثم مرحلة الجامعة إلى أواخر المرحلة الأمريكية، ثم من أواخر المرحلة الأمريكية إلى نهاية عمره، والتحول من مرحلة إذا شئت الإلحاد والماركسية والشيوعية ونقد الإمبريالية الغربية، ولكن من مدخل فكر غربي آخر يمثل الشيوعية ويمثل الماركسية باعتبار الشيوعية، كما سيقول محمد أبو القاسم حاج عمد أن الماركسية ستمثل السقف العالي بالنسبة للمعرفية الغربية، لأنها فكرت من خلال منهج جدلي دمج كل شيء، متاحات العلم، متاحات الفلسفة، متاحات الاقتصاد، متاحات السياسة، المتاحات التاريخية والمتاحات الحضارية. عبد الوهاب المسيري دخل إلى الحركة النقدية، الحركة الاحتجاجية، فتش عن الجيوب النقدية داخل هذا الفردوس ليعمل على هدم هذا الفردوس من داخله، ولكن بقيم غربية، بقيم حداثية غربية، حتى وقعت له بدايات الصدمة عندما وجد التناقضات داخل هذا المجتمع بين المجتمعات الراقية داخل الجامعة والمجتمعات إذا شئت الأرستقراطية ومجتمعات النبلاء، قياسا إلى مجتمعات الشارع وإنسان البسيط، إنسان الشارع والإنسان الذي يعاني، والبون الواسع بين دعاوى وديباجات الحضارة والحداثة والإنسانوية أو الإنسانية إذا شئت، وبين الواقع المرير الذي يعيشه الإنسان الغربي خاصة بعد الحرب الأولى والحرب الثانية. هنا بدأ تحول عبد الوهاب المسيري، خاصة كما يوصف في سيرته حالما ولدت ابنته الأولى وشرع يقيس العلاقة معها كما قاس زواجه من أمها من الأستاذة هدى حجازي رحمها الله ورحمهم الله، عندما أراد أن يتزوج قاس زواجه قياس جدوى، قياس إذا شئت مادي ماركسي، ما مدى الأرباح المادية التي يمكن أجنيها من هذا الزواج، جميع المقاييس المادية فشلت في تعريف زواجه، إلا أنه تزوجها ربما هذا نوع من الكوامن الاحتجاجية داخل المسار الروحي لعبد الوهاب المسيري. هذا أثمر عندما ولدت ابنته وشرع ينظر إليها نظرة إنسانية لا يمكن تفسيرها داخل التاريخ، قال أنني صدمت عندما ولدت هذه البنية وصرت أشعر بإزائها شعورا لا يمكن تعريفه، لا يمكن تحويله إلى نوع من المسلكية التحليلية الأداتية. هنا تحول عبد الوهاب المسيري التحول الروحي وبدأ ينتقل إلى إيمانية باهتة يا أستاذ عبد الكريم، إيمانية باهتة، إيمانية غير مفهومة،
إنسانية موصولة كما أسميها، إنسانية موصولة لكنها لم تتحول إلى مقولات تحليل وإلى أدوات اشتباك معرفي، لكنها على مستوى الوجدان وعلى مستوى المخيال أو على مستوى الخيال على مستوى الرمزي. حتى أنه عندما أراد أن يهدي ابنته في عيد من أعياد ميلادها أراد أن يهديها دبا كما هو المألوف هناك في الغرب، سأل نفسه وما موضع الدب في الثقافة العربية، فتخير أن يذهب إلى خياط ويصنع لها جملا، قال أبدأ وأشرع في صناعة تلك الخيوط أو تلك الخيوط الرقيقة، الخيوط المعنوية والوجدانية الرقيقة التي لا يمكن تصرفها ماديا ولا يمكن تعريفها عقلانيا، لأوطد العلاقة بين ابنتي وبين عالمها الرمزي الحقيقي الذي تنتمي إليه هو الفضاء الإسلامي الفضاء العربي وليس الفضاء الأمريكي. هنا انتقل عبد الوهاب المسيري إلى مرحلة حياته الثالثة عندما رجع إلى مصر وبدأ يفكر في الظاهرة الصهيونية التي شرع فيها منذ أمد، باعتبار الصهيونية واحدة من خطايا الإمبريالية المعرفية الغربية، وهكذا شرع يتعمق أكثر فأكثر وبدأ يؤلف تآليف من مستويات عدة. المستوى الذي يعنى الاحتجاج النقدي في بإزاء الحضارة الغربية وما تمثله هذه الحضارة سواء الحداثية أو ما بعد الحداثية، مرحلة التنوير والاستنارة، وبالمناسبة أكيد سنرجع إليها في الاستنارة المظلمة، التنوير الذي خان مبادئه، ثم الثورات الكبرى، النموذج المعرفي الحداثي المتتالية النماذجية الحداثية، ثم اللحظات الكبرى لهذه المتتالية الحداثية، ثم بديله الذي شرع يطرحه في الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، رحابة الإنسانية والإيمانية، الحلول بين التوحيد ووحدة الوجود، ثم بقية مشروعه الآخر الذي شرع تباعا في خطين إذا شئت في خطين متوازيين. وللغرابة أن أستاذنا عبد الوهاب المسيري كتب قصصا للأطفال، كتب أشعارا، انتقد الشعر والأدب، كتب في الحداثة، كتب في الحضارة، في التاريخ، في النازية، في الصهيونية، في الفن، في الجمال، في السياسة، في الاقتصاد، تحدث عن الغزالي، تحدث عن نيتش، تحدث عن ابن تيمية، ولكن طبعا ما ليس بالعمق الذي يمكن أن يرد إلى أذهاننا. فالمرجعية الإسلامية عنده حضورها ليس معلنا كما سنرد إليه، وهكذا شيئا فشيئا تكون لنا هذا الجبل الضخم الذي نسميه عبد الوهاب المسيري، الإيمانية الإنسانية أو الإنسانية الفضفاضة. أما عما سألت حول السرطانات الثلاث، عندما التقيته قبل شهور من وفاته رحمه الله، والغريب وجدته في دار الشروق لنقتني أنا وزوجتي الدكتورة الأستاذة العبد ليندا لنقتني بعض كتبه، فوجدناه جالس على كرسي ببساطة شديدة جدا، وعندما عرف أننا جزائريان رحب بنا كثيرا وأعجب أننا نقرأ له وأننا نقرأ لمفكرين عالميين، وأهدانا كتابا بخط يده إهداء يعني قشيبا جميلا بهيا أثر في أنفسنا إلى هذه الساعة. فسألته كيف أنت وكيف حالك؟ قال أنا أعاني السرطانات الثلاث وأحارب السرطانات الثلاث عفوا. السرطان الأول هو سرطان الصهيونية، لأنه قال بأنني كتبت الموسوعة وأدوات الصراع العالمي تعاملت مع الموسوعة بإدخالها إلى عالم النسيان بعدم التفكير فيها أو الحديث عنها. هذه واحدة من أدوات الصراع. وسيد عبد الكريم عندما صمتوا عن الموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية وكأنها شيء غير موجود أو كأنها لا حدث، هذا نوع من المواجهة السلبية، المواجهة العكسية، هذا السرطان الأول الصهيونية وما يتعلق بها. السرطان الثاني اللي هو سرطان النظام المصري يومها عندما كان حسني مبارك حاكما، وقد شرع الأستاذ عبد الوهاب المسيري في النزول إلى الشارع وإلى النضال العملي، هو وتلامذته، مدرسته المدرسة الإنسانية الإيمانية هذه، الأستاذ هبة رؤوف عزت، الأستاذ سيف الدين عبد الفتاح، الأستاذ نصر محمد عارف قبل أن يذهب إلى حيث ذهب، وغيرهم من التلاميذ الذين تأثروا بأستاذهم وشاركوه هم. أيضا الأستاذ عادل حسين أستاذ الاقتصاد رحمه الله، هذا المفكر الإسلامي الكبير الذي كان يشاركه في عادل حسين نعم في نضاله وفي نزاعه، وكان ينزل إلى الشارع وتلقى من عصا الشرطة ما تلقى، ومع ذلك لم يتبدل ولم يتغير ولم يتوانى عن نضاله. سرطان الثلاث هو السرطان الحقيقي، سرطان الجلد الذي سبب وفاته، حيث تكفلت به
تكفل به أحد الأمراء السعوديون فترة من أو أحد الأمراء السعوديين عفوا في فترة من الفترات عندما كان عبد الوهاب المسيري مفكرا ناقدا لكنه لم يقترب من النظام المصري. أما في نوبته الثانية عندما اشتد عليه المرض وجد نفسه وحيدا يعالج بالوسائل البسيطة. فهذه هي السرطانات الثلاث التي أثرت في شخصية الأستاذ عبد الوهاب المسيري وصنعت لنا هذه الشخصية القيمية الرمزية المعنوية. جميل جميل منكم هذا السرد بروفيسورنا الفاضل، لأن عبد الوهاب المسيري حقيقة يستحق المدارسة والدراسة والاهتمام والالتفاف حول شخصية هذا المفكر الجبل الكبير، لأنه نزل من برجه الفلسفي العاجي إلى أرض الواقع، فهو صاحب قول وصاحب فعل، كان مؤمنا كثيرا وكان مؤمنا جدا ب الشرعية التغيير الحياتي إذا صح لنا هذا التعبير. بالعودة إلى مشروع عبد الوهاب المسيري بروفيسور الحاج دواق، لابد من الاتكاء على أرضية معرفية يقوم عليها مشروع عبد الوهاب المسيري من خلال جهازه المفاهيم إذا صح لنا هذا التعبير في مضامينه المعرفية والإبستيمولوجية. لديه العديد من المصطلحات التي كان له سبق سكها في المجال التداول للثقافة العربية والإسلامية، منها الحوسلة، منها المجتمع التعاقدي والمجتمع التراحمي، منها فكرة العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة والعلمانية كمتتالية آخذة في التحقق إلى نهاية المطاف، وتوصل إلى نتيجة المفاد وأن العلمانية الشاملة والإمبريالية صنوان. هناك العديد من المصطلحات الإبستيمولوجية التي نحتها عبد الوهاب المسيري، ممكن نتكلم قليلا حول هذا الجهاز المفاهيمي بروفيسور. وفي النهاية الأستاذ عبد الوهاب المسيري مراحل متطورة، هذه ينبغي على المتلقي أو المشاهد الكريم أن يلتفت إليها، وهذه ميزة جميلة، ميزة بهية، ميزة سوية من الناحية المعرفية وأيضا من الناحية الإبستيمولوجية، أن الشخص ليس حالة محنطة وأنه ليس واحد قرن حتى يبقى بقرنه الواحد إلى أن يموت. المفكر العميق والذي يشهد تحولات وانتقالات، طبعاً هذه الانتقالات الآن أكيد سيستوعب بعضها بعضاً في إطار التقدم وفي إطار المسير المعرفي الذي سيجعل في النهاية مشروعه كنوع من النموذج المعرفي الذي أخذ يتماسك مع الموت الوقت عفواً. هذا التماسك المعرفي الذي سيتيح لهذا النموذج المعرفي أن يتشكل كبنية تصورية مفاهيمية تستند إلى جملة من المقولات. هذه البنية من المفاهيم وهذه المقولات وهذه التصورات التي تم تجريدها بعمليات ذهنية وعقلية وفكرية ومنهجية نقدية إبستيمولوجية عملية تنفيذية في إطار مشاريع عمل. هذه عمليات التجريد التي احتاجت إلى آلاف الأساليب وآلاف الأدوات التي استبعدت كثير من العناصر غير مهمة أو التي يراها النموذج أنها غير مهمة، وهذا الذي أقوم الآن بعرضه وتعريفه للنموذج المعرفي. كون هذا النموذج يعلن مقولاته كثر ما لا يعلن مقولاته، باعتبار أنه سيعتمد ما يسميه بالنموذج المعرفي الكامن، وهي الأداة العميقة أو الأداة القوية إبستيمولوجيا التي يستعملها أستاذنا عبد الوهاب المسيري. الأداة المعرفية الكامنة أي حركة المعنى تحت سطح الفكر، حركة المعنى التي تتحكم في كليات تكون فكرة معينة أو مشروع معرفي معين، كما تفضلتم بالإشارة إلى هذه المقولات الكثيرة. طبعا هذا النموذج المعرفي الذي سيتحول إلى خارطة إدراك، إلى خارطة أو خريطة إدراكية سيأخذها ويضعها أو يتأبطها المفكر والفنان والممثل وما إلى ذلك من قوى المجتمع والعالم والفيلسوف والأديب والمشتغل بالشأن الديني وما إلى ذلك، سيتأبط هذه الخارطة الإدراكية المعرفية في الاقتراب من الظواهر التاريخية والحضارية، إن كانت ظواهر تاريخية ذاتية أو ظواهر تاريخية حضارية أخرى، ويتلمس العناصر التي شكلت هذه الظاهرة وعمدت إلى بنائها وإلى سوق حركتها في إطار الزمان أو في إطار خاصة منطقة التتالي كما تفضلتم، منطقة التتالي واللحظات النماذجية التي برزت فيها وطفت فيها على السطح بعض اللحظات الكبرى الاستثنائية التي عمدت إلى التعبير عن
ثمرة المتتالية، فكانت هي المصب الذي انتهت إليها هذه المتتالية أو لا، كانت سببا في إحداث التحول أو إحداث التغير، باعتبار أن المتتالية في حالة صيرورة أو في حالة مسار، في حالة صيرورة إذا أخذناه بالمنطق الإمبريالي العلماني الحداثوي أو ما بعد الحداثة الصيروري، أو بمنطق المسار والتحرك والانتقال من مستوى تكاملي، باعتبار أن أستاذنا عبد الوهاب المسيري ينتمي إلى إطار المرجعية التوحيدية، أو إذا شئت مرجعية الرؤية الوجودية التوحيدية بلحاظاتها المعرفية، بلحاظاتها الرمزية، بلحاظاتها القيمية، وأيضا بلحاظاتها التدبيرية. فهذه الخارطة الإدراكية التي ستحضر عنده في جميع تفكراته وجميع تقديراته وتنظيراته وتعبيراته وتدبيراته إذا شئت، هذه المستويات التي جعلت من هذه الشخصية تستعمل ترسانة معرفية بالذات، بدأت عند مصطلح نهاية التاريخ في الفردوس الأرضي، في الجماعات الوظيفية، في العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية، فالإمبريالية، فالإمبريالية المعرفية، فالحوسلة، فالعدمية، فالاخترجلاف إذا شئت، أو الاختر الجلاف. لا لا الاختر الجلاف بروفيسور، وهي نحت لمصطلح لا دي كونستركسيون عند جاك ديريدا. نعم الاختر جلاف يعني التأجيل والاختلاف. بروفيسور هنا نستطيع بعد إذنك طبعا أن نتوقف في هذا الجزء الأول من هذه الحلقة، وسوف نكمل حديثنا الماتع وتحليلنا عن عبد الوهاب المسيري رحمه الله في الجزء الثاني. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، سوف نعود بعد قليل فاصل ونواصل. عدنا مشاهدين الكرام، وأفلا يعقلون، ومع حلقة أقل ما يقال عنها أنها ماتعة ونارية، مع حضرة البروفيسور الحاج دواق، واحد من أهم المشتغلين في الحقل الفلسفي والإبستيمولوجي في الجزائر وفي العالم العربي في الفكر المعاصر، ومع موضوع لا يقل أهمية، إنه موضوع المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ونقده للفكر الغربي. بروفيسور الحاج دواق، كنا قد توقفنا قبيل قليل في الجزء الأول عند أهم المصطلحات المعرفية والترسانة اللغوية التي نحتها عبد الوهاب المسيري على غرار الحوسلة، على غرار المجتمع التعاقدي والمجتمع التراحمي، على غرار الإمبريالية والوحيدية المادية، على غرار العلمانية الجزئية والشاملة والعلمانية الداروينية، و مصطلح الجماعات الوظيفية، السلعنة، التشيع، إلى آخره من هذه المصطلحات بروفيسور. طبعا هذه ترسانة معرفية أستاذ عبد الكريم، يعني إذا أردنا أن نشبك بينها وأن نجمعها جميعا في إطار مرجعيتها المعرفية التي أسست لها، باعتبار أن المصطلحات في النهاية هي موقف معرفي، فالمصطلح ليس مجرد نحت لفظة جديدة أو لكلمة تنضاف إلى القاموس المعرفي المتداول، لا، المصطلح في النهاية هو تعبير عن رؤية عميقة في إطار تأثيث العالم، لأنه الوسيط الإدراكي بيننا وبين العالم، وعندما أقول العالم هنا لا أعني العالم الطبيعي فقط، وإنما أعني العالم الرمزي، العالم الثقافي والعالم الفكري وعموم العالم الحضاري أو الحضارة والتاريخ وما يرتبط بهما وما يتعلق بهما. المنطلق الأنطولوجي الذي جعل الأستاذ عبد الوهاب المسيري يتميز هكذا تميز عندما انتقل من المرحلة الشيوعية إلى المرحلة الإنسانية الإيمانية، وهذا الانتقال جعل وجدانه يتغير من الداخل، وبالتالي فكره بالضرورة والأدوات التي استصحبها في عمليات التحول. وكما قلت الأستاذ عبد الكريم، الأستاذ عبد الوهاب المسيري رحمه الله عندما بدأ التحول كانت بدايته بداية باهتة، يعني ليست بذلك العمق الذي جعله ينطلق أو ينتقل إلى المعترك المعرفي العميق في إطار خلق لغة معرفية جديدة. هذه اللغة المعرفية الجديدة التي جعلت وسمحت له أن يشتبك مع فريدريك نيتش، أن يشتبك مع كارل ماركس، أن يشترك مع جاك ديريدا، وأن يناقش جاك ديريدا عندما جئه إلى القاهرة وإلقائه لتلك المحاضرة، أيضا مع اشتباكه مع ميشيل فوكو واشتباكه مع عموم صانع الفكر الغربي، ثم البدائل التي يعرضها والبدائل التي يطرحها. قد أقول كلمة يا أستاذ عبد الكريم،
تصدم المتلقي الكريم. أستاذ عبد الوهاب المسيري عمله النقدي عميق وجذري، وصل إلى الجذور الأول التي شكلت الظاهرة الحداثية الحضارية الغربية. لكن عندما شرع في طرح بديله، لا أدري، لم يمهله العمر، اشتكى أحيانا من عدم عمقه المعرفي بإزاء المدونة التوحيدية في إطار درسها التراثي. لو تلاحظ أن الدرس التراثي غائب في مشروع الأستاذ عبد الوهاب المسيري إلا ما كان نتفا في إطار اطلاعه، وبالتالي لم يكن يعني حضور المشروع الإنسانية الإيمانية بذلك العمق. فبماذا عمل؟ عمل على أساس استبدال معرفي في إطار خلق ترسانة اصطلاحية جديدة في مقابل المقولات المعرفية العلمانية والحداثية، استطاع أن يسك وأن يسك لنفسه عدة اصطلاحية. بدأت عند ماذا؟ بدأت عند جذر أنطولوجي عميق، وهنا سيرا مع أستاذنا محمد أبو القاسم حاج حمد وتأثرا به، يعني هذا المنطلق الأنطولوجي هو الأزمة التي جعلتني أتحول من إلى، هي الجذر الأنطولوجي الإثنيني أو الثنائي إذا شئت أستاذ عبد الكريم، ثنائية الله والعالم، ثنائية الإنسان والطبيعة، ثنائية الخير والشر، ثنائية الجمال والقبح. وهذه الثنائيات التي مثلت بالنسبة لأستاذنا عبد الوهاب المسيري خيارا إبستيمولوجيا عميقا، إذ لا يمكن الفكاك من الأطروحة ومن النموذج المعرفي الغربي ومن عموم المشروع الثقافي الحضاري الغربي إذا لم نخرج من إطار الواحدية المادية والحلولية الكومونية المادية باستعادة الثنائية. هذه الثنائية التي تقوم على أساس ماذا؟ على أساس إله رحيم أزلي مطلق متعالي، وإن كنت خلط بين محمد أبو القاسم الراجع عمد في الاصطلاح وبين عبد الوهاب المسيري، لكن أستاذنا عبد الوهاب المسيري قدم إلها مطلقا، إلها مطلقا، إلها متعاليا، إلها يكون الاقتراب منه من خلال الوجدان أو من خلال الإيمان. الاقتراب منه من خلال الوجدان والإيمان سيتيح التحول إلى صناعة المقولات المعرفية التحليلية في إطار أشياء كثيرة. في مقابل ماذا؟ في مقابل الطبيعة والتاريخ، فالإله فوق الطبيعة وفوق التاريخ، ولأنه فوق الطبيعة والتاريخ معناه معيارية القياس والحكم المعيارية أو المرجعية المعرفية ليست حالة ولا كامنة، وإنما هي متعالية. هنا الثنائية الأنطولوجية أعطتني مقولة معرفية تحليلية، هي مقولة التعالي. ما معنى التعالي؟ التعالي الذي ستكون ثمرته في إطار خلق معرفة عارفة متواضعة، سأعرف لكنني لن أعرف كل شيء. أما الأنطولوجيا المعرفية الغربية التي بدأت بواحدية مادية صلبة، ثم واحدية مادية فضفاضة متنازعة كثيرة المركزيات، ثم إذا شئت التشظي والحالة اللانهائية وفقدان المركزيات وفقدان المرجعيات، جعل هذه المعرفة إمبريالية تزعم أنها ستعرف كل شيء وتبلغ لحظة السيطرة النهائية على الوجود من خلال المعرفة، ثم التمكن من خلال الأداء أو إمبريالية الممارسة والحوصلة المعرفة إلى أداة سيطرة على الطبيعة وعلى الإنسان وعلى التاريخ وعلى الفن وعلى الاقتصاد وعلى كل شيء. لهذا يجب أن تظهر الحرب في أوروبا وفي الغرب، لأن الحرب هي التعبير العملي من الإنسان عن إيمانه اللانهائي بأنه لا يوجد متعالي، وأنه هو الذي يستطيع أن يدمر الطبيعة وأن يتحكم فيها. حتى الجيوب الاحتجاجية في النهاية النقدية في الحضارة الغربية تنم ماذا؟ تنم عن رعب وخوف من هذا النموذج المعرفي. إذن التعالي ولد معرفة متواضعة تقول بأنني أستطيع أن أعرف العالم ولكن في حدود. منطق الحدود هذا ستكون له ثمرة رمزية. ما هي هذه الثمرة الرمزية؟ ستخلق لنا إنسانا خليفة من الله وخليفة عن الله في الأرض، سيؤدي دورا وجوديا في إطار إنفاذ رسالة قيمية إلى العالم. هذه الرسالة القيمية هي تحقيق التوازن، وهذه الحداثة البديلة عند أستاذنا عبد الوهاب المسيري، الحداثة التي بمعنى لا التقدم النهائي كما هو الحال بالنسبة للإمبريالية الغربية، وإنما حال التوازن الذي يجعلني أؤمن بالانتقال المتأني
الذي يستصحب جميع عناصر الوجود بغير طغيان أو تسلط عليها، على خلاف الإمبريالية الغربية التي تؤمن بالتقدم اللانهائي. التقدم اللانهائي يقابله التوازن. التوازن من أين أتيت به؟ أتيت به من مقولة التعالي. فمقولة التعالي هي لحاظ إبستيمولوجي متولد من أصل أنطولوجي اللي هو فكرة الثنائية. وهكذا أستاذ عبد الكريم، تحولت المقولات من بعضها إلى بعض وتناسلت شيئا فشيئا، وبدأت تتحول إلى معرفية. عندما أقول المعرفية حسب مصطلحات أستاذ عبد الكريم المسيري، المعرفية هي الإجابة عن الأسئلة الكلية الجذرية النهائية. ما هي الأسئلة الجذرية الكلية النهائية؟ هي مثلا من أنا؟ الإبستيمولوجيا التوحيدية والإنسانية الإيمانية تقول أنا جزء يتجزأ من الطبيعة. أما الإبستيمولوجيا الحداثية العلمانوية العلمانية الشاملة الكاسحة تقول أنا جزء لا يتجزأ من الطبيعة، على الأقل في المرحلة الصلبة. يعني أتمنى من المشاهدين الكرام أن ينتبهوا أن قراءة المسيري رحمه الله تحتاج إلى انتباه، إلى يقظة إبستيمولوجية تميز مراحل التطور ومراحل التحول في المقولات. فتحليله للحداثة في المرحلة الصلبة شيء، وتحليله للحداثة في المرحلة السائلة شيء آخر. وهنا جريا على أعمال زيغموند باومان التي استقى منها أبواب المسيري الكثير من المقولات، حتى أنه الآن صار بروفيسور. بروفيسور، لو شئنا أن نمتح من معاني المعجمية الخاصة لأبي القاسم حاج حمد في جدل الغيب والإنسان والطبيعة، لقلنا بأن عبد الوهاب المسيري نظر إلى الحضارة الغربية فوجد بأن الإنسان الغربي قد أقصى جدل الغيب أو الله أو اللا متجاوز، وأقصى الإنسان وركز إلا على الطبيعة بين قوسين المادة أو الواحدية المادية، وقال بأن الإنسان الغربي درس نفسه في إطار أفقي الترجاعي أو الاسترداد إلى الفكر المادي، وكل شيء يختزله في إطار المادة أو الواحدية المادية برده إليها. الواحدية المادية الحلولية الكمونية التي شيئت الإنسان وسلعنت الإنسان وجعلته مثله مثل الأشياء، حيث كل شيء يرد إلى المادة. نفس القوانين تنطبق على الجمادات، هي نفس القوانين تنطبق على الحيوانات، نفسها تنطبق على الإنسان. وقد شاهدنا ذلك في اللحظة النماذجية الكبرى، النازية أو الفاشية أو الحربين العالميتين أو قنبلة ناكازاكي وهيروشيما، في مسار التحديث المنفصل عن القيمة وعن الاستنارة المظلمة. حسنت، يعني هذا التوصيف الذي تفضلت به التوصيف عبقري جدا، ولكن يجب أن نلاحظ أن البدايات غير المآلات يا أستاذ عبد الكريم. يعني ديباجات الحداثة والآباء المؤسسين والعقلانيات الكبرى التي نظرت كانت ربما صادقة في دعواها أنها أرادت أن تحرر الإنسان من ربقة الفطرة المظلمة، فطرة العصور الوسطى بتوصيفها هي وليس بتوصيف أستاذنا عبد الوهاب المسيري، ووضعت لنفسها نوع من الوعود إلى شئت الكبرى التي ستتحقق في لحظة نهائية يتشابك فيها التاريخ مع الحضارة مع الإنسان مع الطبيعة، حيث يسيطر فيها الإنسان على كل شيء ويتمكن من استخدام كل شيء. فالحداثة التي بدأت بوعود كبرى تريد أن تستعيد حرية الإنسان، حولت ذلك الإنسان الذي هو جزء لا يتجزأ من الطبيعة بتعريف الإله بأنه ذا وظيفة ميكانيكية ذا وظيفة علمية كما هو الحال لديكارت أو نيوتن وغيرهما، لكن شيئا فشيئا تم استبعاد مع لابلاس وغير لابلاس، استبعاد الإله كمقولة وجودية ثم كمقولة إبستيمولوجية معرفية ثم كمحتضن وكمشرف قيامي على ضمير ووجدان الإنسان. وهنا ظهرت العلمانية أثناء حاجة الدولة الغربية إلى نظم مجتمعها من خلال أسلوب معين، ففرزت بين الناحية الخاصة والناحية العامة واستبعدت كل عناصر الإيمان من الإطار العام واستبقتها في الإطار الخاص. ولكن لأن العلمانة أو لأن العلمانية متتالية، فإن العلمانة لا تقنع بالضمير الفردي، وإنما ما فتئت أن دخلت هذا الضمير الفردي وأعادت تعريفه من خلال سمات الأنثروبولوجيا مع لودفيج فويرباخ وغير فويرباخ، أو مع الخاصية الطبيعية مع داروين وغير داروين،
أو مع الأساس الطبيعي اللي بيده مع فرويد، أو مع غريزة حب البقاء مع كثر من المفكرين سواء الوجوديين أو التحليليين النفسيين أو التفكيكيين وما إلى ذلك. يعني الحداثة حسب عبد الوهاب المسيري بدأت بمنطق وانتهت بشيء آخر. فالاستنارة المظلمة كواحدة من محطات الحداثة اللي هي في القرن الثامن عشر، التنوير الذي وعد بالعقلانية انتهى إلى إطلاق جنون إلى شئت الانفعالات والأهواء ورغبات الجسد، فانتقلنا من الإنسان كظاهرة عقلانية خالصة وانتهينا إلى أنني حر، أنا أملك جسدي، أعمل به ما أشاء في إطار الفيمينيزم أو ما بعد الفيمينيزم، أو في إطار ظاهرة لا أدري الظاهرات الجنسانية كما وصفه ميشيل فوكو في كتابه إرادة الجنسانية أو ما إلى ذلك في ثلاثية التاريخ الجنسانية عفوا، خاصة في استعمال الليبيدو أو استعمال الجنس واستعمال الطاقة الجنسانية، وهكذا شيئا فشيئا حتى وقع التحول من الحالة الصلبة في إطار المبادئ العقلانية الكبرى للتنوير وغير التنوير ثم الثورات الكبرى في القرن التاسع عشر، ثم لحظة التفكيك التي دشنها فريدريك نيتش، ثم عملية الانفلات والتمزق والتشتت التي حدثت فيما بعد، وأكبر معبر عن لحظة ذلك التشتت هي التفكيكية كما عرضها جاك ديريدا، حيث انفلت كل شيء من كل شيء، فلم نعد نتحدث عن واحدية وإنما صرنا نتحدث عن حالة من السيلان أو ما أشبهه أنا حالة يا ليتها بقيت سائلة، وإنما هي حالة غازية تبخر فيها كل شيء. طبعا ليس بهذه القسوة التحليلية، لأنه في النهاية الغرب بشر مثلنا، لهم حظوظهم الحضارية والتاريخية، أخطاؤهم التي يتعلمون منها، وهذه سمة الحضارة الغربية أن الجيوب النقدية في اللحظات الحرجة تظهر وتعيد ترتيب، كما يقول أستاذنا عبد الوهاب المسيري أن الجيوب النقدية هي واحدة من الأدوات التي سنصنع من خلالها الحوار مع الحضارة الغربية، ونعيد تذكير هذه الحضارة من خلال أبعادها القيمية الأصلية سواء في الثقافة اليونانية أو الثقافة الحداثية، ليعيد الغربي توازنه. ففي ظني العالم ليس مستعدا لنهاية التاريخ، العالم ليس مستعد لنهاية التاريخ، رغم أن النازية والآن الصهيونية في أبشع صور التسلط والاستقدار السمج المنفصل عن توجيه الأرض أو توجيه السماء، لم تعد لا قوانين السماء ولا قوانين الأرض تجدي مع هؤلاء الجبابرة الذين انفلتوا من أي عقال. طبعا الحضارة الغربية فيها ما يسمى بالخط الرسمي وفيها ما يسمى بالخط الشعبي، نعمل على هذه الجيوب النقدية كما قال أستاذ عبد الوهاب المسيري لإحياء التجربة من جديد. ويعني يعجبني كثيرا تمييزه بين العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية، ولما سئل في حواراته مع الأستاذة سوزان حرفي أو في حواراته في قناة الجزيرة هل أنت علماني؟ قال أن أكون علمانيا باللحاظ الشمولي أو العلمانية الشاملة فلا، أما أن أكون علمانيا جزئيا فممكن كنوع من الاستراتيجية. وبالمناسبة هذا نفس موقف محمد أبو القاسم حاج حمد، كنوع من الاستراتيجية الجزئية في إطار قبول التنوعات المختلفة داخل جماعة تاريخية معينة، حتى لا يفرض أو لا تفرض ديباجة عقائدية أو مذهبية أو دينية من جهة على جهة، فنقبل بالعلمانية الجزئية كتكتيك سياسي. وكن قد حاورته وناقشته، ويعني مش إرادته علي حاشا، ولكن سجلته في مقالي، وهي دراسة أحسبه أنها دراسة مهمة حول مدخل إلى الإبسيمولوجيا التوحيدية والمنهج المعرفي التوحيدي عند عبد الوهاب المسيري. العلمانية الجزئية لا تقنع أن تكون جزئية، لماذا؟ لأنها نموذج في النهاية، ما دام نموذجا أي آلية أو مجموعة آليات في إطار محضن وإطار فلسفي وقيمي كبير جدا اللي هو العلمانية الشاملة، لا تقنع العلمانية الجزئية أن تكون جزئية، فسرعان ما تمسي علمانية أو علمنة تلج عالم الوجدان وتعيد تعريف المزاج والخيال والرمز وتعريفها كل شيء. فما معنى أن يكون هذه في الخاصة في المرحلة الصلبة، فما معنى أن يكون الإنسان حرا
في إيمانه ثم لا يحق له أن يعرف بذلك الإيمان أو أن يدعو إليه أو أن يدافع عنه أو أن ينافح عنه. فالعلمانية الشاملة كنوع من الرؤية، كنوع من الموقف الجذري الكلي الذي ينتهي إلى الفصل بين المطلقات وبين الثوابت وبين المعياريات وبين القيم وبين الأخلاق وبين المعنى وبين الحياة، وليس السياسة يا أستاذ عبد الكريم، وبين عموم الحياة. هنا ظهر الإنسان المحوصل، الإنسان الذي حاول التحديث. أستاذنا عبد الوهاب المسيري يا أستاذ عبد الكريم يميز بين الحداثة والتحديث وما بعد الحداثة. هو صحيح بروفيسور، أرجو أن تسمح لي أن في بالمقاطعة، هو عبد الوهاب المسيري يفرق بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة والعلمانية كمتتالية آخذة في التحقق، ومدخله إلى تعريف مصطلح جديد وإلى هذا التقسيم الإبستيمولوجي للعلمانية هو مدخل غير معجمي، بل هو مدخل إبستيمولوجي لا يعتمد على المعاجم الوردية التي تقول بأن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة وانتهينا. لا، هو يقول على عكس ذلك، هذا مفهوم خاطئ ساد مرحلة معينة تاريخية مع جورج أوليوك في عام 1851، ولم يتم تجديد تعريف العلمانية لا سيما في الخطاب العربي المستقبل والوافد عفوا إليه هذا المصطلح أو هذه السردية. عبد الوهاب المسيري بروفيسور يرى بأن العلمانية الجزئية هي نوع من فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية مع وجوب تحقق نوع من اللحاظ إذا صح لنا هذا التعبير الميتافيزيقي والإبقاء على نوع من الماورائيات، بينما العلمانية الشاملة هي نوع من نزع القداسة عن العالم ثم عن الإنسان ثم عن كل الوجود حتى تستحيل إلى عالم لا ماورائي، عالم لا معياري في تقويض العقلانية، على أساس أن العلمانية الجزئية بدأت سرديتها بتحقيق الرفاهي وسيطرة الإنسان على الكون وجعله مركزا وسيدا لهذا العالم، استحالت إلى أن حتى الإنسان غير موجود ولا حتى وجوده غير يعني إذا صح إذا قلنا إذا شئت وجوده غير كافي أو غير مرحب به في هذا العالم، ووجوده أو عدم وجوده صنوان، واستحالت أيضا إلى قتل المطلقات، وليس موت الإله مع اللحظة النيتشوية كما يقول عبد الوهاب المسيري، وإنما حتى مع جاك ديريدا في موت المطلقات وموت الإنسان وموت كل الميتافيزيقيات. أحسنت، أنا وأنت متفقان على أن علم الاجتماع الغربي والعربي فشل في تعريف العلمانية، وأكيد من وراء علم الاجتماع الغربي والعلم الاجتماع العربي كما يقول سيدنا عبد الوهاب المسيري أن الفلسفة تحاشت أن تتحدث عن أنها دين جديد. عندما أقول تحاشت أن تتحدث على أنها دين، هي في النهاية كما يقول كارل شميث هي نوع من اللاهوت المقلوب الذي جاء بديباجات وعود بفردوس أرضي وتاريخ ظاهر وتاريخ جميل. متتالية العلمانية وصل عبد الكريم ليست نوعا آخر من العلمانية، المتتالية العلمانية هي مسار لتحقق النموذج العلماني. فعندنا ثلاث محطات، النموذج المعرفي أو النموذج المعرفي نعم، ثم المتتالية النماذجية، ثم اللحظات النماذجية. يعني العلمانية كنموذج سيتشكل بصورتين، الصورة الكلية النهائية. لماذا عرفت المعرفي يا أستاذ عبد الكريم؟ لا تنسى أنه نموذج معرفي، أي بنية تستند إلى إجابات كلية نهائية عن أسئلة الوجود، وبالتالي في العلمانية لا تقبل أي جواب آخر بجوارها، فإما أن تكون هي أو لا تكون. هذه العلمانية الشاملة، هذه العلمانية الشاملة ستتحقق وفق برنامج، هذا البرنامج سيستند إلى خلفيات ثقافية وإلى مؤسسات وأدوات اجتماعية وتربوية، وتتحول إلى مؤسسة في إطار السياسة، أي الدولة التي بدأت منحية للكنيسة ومزحزحة لها عن مكانتها خاصة في البلاد الكاثوليكية التي هيمنت فيها الكنيسة كثيرا، والغريب المفروض أن تكون العكس. تمت تنحية الكنيسة وتم تنحية الأعراف والتقاليد الموروثة من مزاج المسيحيين، وتم استبداله بوحي من نظريات العقد الاجتماعي بخلفيات فلسفية مدنية، وشرع الإنسان الإله، الإنسان سوبرمان،
ينظر لنفسه ويحدد مشروطيات ومحدوديات ومسار حياته الخاص في إطار عمل متتالي. هذا العمل المتتالي الذي انتهى إلى ماكس فيبر وعملية نزع القداسة من العالم. بربك يا أستاذ عبد الكريم، ما معنى نزع القداسة من العالم؟ وهنا عندما يتحدث عن العالم لا يتحدث عن العالم بلحاظ حضاري سياسي اقتصادي، وإنما يتحدث عنه بلحاظ أنطولوجي. ما دام بلحاظ أنطولوجي فعملية الترشيد وإلزام الإنسان بالدخول إلى قفص حديدي، هذا القفص الحديدي الذي سيجعل الإنسان مصورا في إطار جدار حديدي مصمت، سيتمنع ويمتنع عن رجوع أو عن عودة أي قيمة دينية. لهذا كانت العلمانية الفرنسية علمانية شرسة شاملة جذرية كلية نهائية، والعلمانية الأخرى زعمت أنها ليست شمولية لكنها في ممارستها وأداءتها كانت علمانية شاملة. ثم ظهرت اللحظات النماذجية الكبرى في إطار الإنسان المحوسل أو في إطار المادة أو في إطار النازية والصهيونية ونهاية التاريخ. هذه المحطات التي صورت العلمانية الشاملة في إطار تمام مآلاتها، لكن كالتي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثة، الحداثة بدأت بوعود وانتهت إلى نقيض تلك الوعود. بدأت بمطلقات مادية، مطلقات إنسانوية داخل الطبيعة، فانتهت إلى حلحلة تلك المطلقات وإلى استعادة الإثنيات واستعادة التعدديات وأوديس التعدديات الثقافية والجذريات الجزئية التي انتهت إلى أن إلى ما بعد الإنسان، إلى ليس موت الإنسان فقط، إلى ما بعد الإنسان. وسنرى مع الذكاء الصناعي وما آلات الذكاء الصناعي الثمرة الطبيعية لهذه الحداثة المحوسلة التي فقدت جميع مركزيتها في صورة ما بعد الحداثة. أما عن العلمانية الجزئية يا أستاذ عبد الكريم كأسلوب إجرائي، لكني أسأل أستاذنا عبد الوهاب المسيري من وراء حجاب الغيب، العلمانية الجزئية ما هو كلها؟ ما هو كلها يا أستاذ عبد الكريم؟ أنه العلمانية الجزئية ما هو كلها يعني في إطار الرؤية التوحيدية الوجودية؟ العلمانية الجزئية هي نوع من التكتيك في إطار استراتيجية، عزل العلمانية الجزئية عن طريق روحيتها أو روحانيتها اللي هي العلمانية الشاملة لن تجدي ولن تثمر. وبالتالي أستاذنا عبد الوهاب المسيري عندما يطرح مفهوم الإنسانية الفضفاضة أو الإنسانية المفتوحة، الإنسانية التي تقبل بالتعدد في إطار احترام الكل بتحكيم القيم الإنسانية التي تمثل ذاكرة الإيمان داخل تجربة الجمال وداخل تجربة الفن وداخل تجربة العمل الاجتماعي التراحمي أو القائم على أساس التراحمي وليس على الأساس التعاقدي، هذا ما سيجعل الإنسان يخرج شيئا فشيئا من إطار العلمانية الجزئية ليعود إلى المحضن القيمي المعياري الذي، لأنه أن تسلم بالعلمانية الجزئية ستستدرجك بمنطق التتالي إلى خلفية فلسفية رؤيوية اللي هي العلمانية الشاملة. الحاج دواق، بما أن الوقت يداهمنا ونحن لا 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 نرغب في أن يداهمنا الوقت مع هذا الحضور المكثف والمركز جدا والفضفاض من المعلومات التحليلية لمشروع عبد الوهاب المسيري، كلمة أخيرة بروفيسور الحاج دواق. الله يشكرك أستاذ عبد الكريم، أشد على يدك أنت رباطك على هذا الثغر المعرفي شيء يسجل لك، وأحترم فيك هذا الجهد، أتمنى لك الاستمرار والمواصلة. أشير فقط إلى شبابنا، خاصة شبابنا الجزائري، الشباب الجميل الشباب الذكي، أن يطلع من غير خوف وأن يقرأ. واسمح لي في هذه السانحة أن أذكر شبابنا بفرائض الإسلام الخمس التي هي القراءة والعلم والعمل والأمل والأخلاق، وقلبها الحرية اقرأوا بلا خوف، وإياكم أن تخافوا من القراءة ومن العلم، اقرأوا لأي كان فإن القراءة لا تضر، إن القراءة تنفع ولو بعد حين. إن عبد الوهاب المسيري الذي بدأ مؤمنا بسيطا وتوسط أن يكون ملحدا شيوعيا ماركسيا
ماديا في إطار واحدية مادية شرسة تحول إلى إنسانية إيمانية من خلال الحوار ومن خلال الاطلاع ومن خلال القراءة. واجهوا مستقبلكم بكل حب وبكل أمل، إياكم أن تيأسوا، اعملوا في إطار رؤيتكم، احترموا من بجواركم واضطروه أن يحترمكم وأن يجلكم. فأشهد الله أن الشباب الجزائري أحبه كثيرا، وهذه المكتبة التي من خلفي التي كونتها فيما يربو عن 30 سنة ولا أزال أكونها وأزور المعارض رغم تقدمي في السن، أشتري الكتب، أغلب راتبي يذهب إلى الكتب، يعني هذا ليس سرا أكشفه، أحب الكتاب، أحب المطالعة. إن هؤلاء الذين من ورائي هم شخصيات تمحنت وتألمت وانفتحت وتعلمت، أحبت الله بطريقتها، فأحب الله بطريقتكم. وإياكم أن تجعلوا من الإيمان جدارا حديديا، إن الإيمان فضاء رحب يجعل منكم أناسا بشرا عبادا لله بإذن الله. وقد أوكل الله إليهم مهمة إتمام الخلق. بهذه النصائح الذهبية يختم أستاذنا ومفكرنا وباحثنا الكبير البروفيسور الحاج دواق، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام بجامعة الحاج الأخضر باتنا، وهو أستاذ كبير وعني غني عن التعريف، وقد طولب مني في العديد من المناسبات أن أستضيفه، وقد أبى إلا أن يمر معنا في هذه القناة وفي هذا البرنامج، إيمانا منه بأن يوصل معرفته وأن يوصل تحليلاته وأن يوصل أطروحاته وفهمه ومعلوماته إلى كافة الجزائريين والجزائريات وكافة الشباب العربي. شكرا لأستاذنا الكبير الحاج أحمدنا دواق على غزارة علمه، أدام الله عزه ونفعنا بعلمه، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، ونلتقي في أعداد قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.